أيها الأخوة الكرام، فريق تورنتو يغلق طبعا ملف دور الثمانية ويكون رابع الفرق الوصول إلى دور الأربعة. مباراة مثيرة، مباراة مجنونة، مباراة حبست الأنفاس، مباراة كذلك ربما فيها الاستماتة إلى اللحظة الأخيرة. كنتم متأخرين في بداية المباراة، عدتم في نهاية المباراة، فزتم بركلات ترجيح ماراثونية. علي عقيل رئيس فريق تورنتو، حدثنا عن مشاعرك بتأهل فريق تورنتو إلى دور الأربعة في غليلي. أول شيء الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى اللي أكرمنا وخصنا اليوم وانتصرنا. شكرا للوالدين على الأشياء اللي بيسووا لي إياها، شكرا لجميع اللعيبة، شكرا للناس اللي وقفت خلف الكواليس لأجل علي عقيل. هي البطولة زي كذا، لازم تذوق الصعب عشان توصل. علي عقيل، خليني أسألك سؤال فني. ليش استخدمت روني اليوم في بداية المباراة؟ الكل استغرب لكن في النهاية. صراحة بحكم إنه هو جاهز وعنده رغبة في المباراة، واحتجنا روني عشان يكون محطة. بحكم انه ديف فراز يعني بيلعب على الكرات الطويله جدا، فروني يعني ما شاء الله تبارك الله هو اللي انقذنا وهو اللي جابها، رغم انه ضيع بلنتي لكن هو جاب المباراه يعني. احدهم يقول انه استخدامك لروني عطل عليهم زنون، هل كنت مخطط لهذا الشيء؟ اي والله كنا مخططين انه نلغي زنون من الوسط لانه هو افضل وابرز بارز يعني ابرز لاعب في ديف فراز صراحه يعني، انا اعتبره من افضل لعيبه الوسط في الغربيه، فلما خرجنا زنون تقريبا لو الكل اتفرج المباراه نحن ماسكين اللعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، بس انه الاهداف تاخرت. لعلمك بفرق جدا ومشاركاتك الجداوية، فريق مطعم نايف الحربي اللي راح تقابل في دور الأربعة، هل يكون أفضل من ديفرايز ولا كان ديفرايز هو المحطة الأقوى وكان التهديد الأكبر بالنسبة لكم؟ شوف صراحة عشان أتكلم معك بكل صدق، أنت لما تفوز في المجموعات بأريحية حتيجي تعاني في دور الثمانية. أقوى منعطف لنا في دور الثمانية ديفرايز، جدا فريق عنيد، عدينا منعطف خطير، والعسلان يعني منعطف أخطر، واللي يبغى الكاس لازم يتعب لازم، وإن شاء الله نحن قدها بإذن الله. ديف راي فريق تورنتو في بطولة غليلي إلى وين؟ إلى النهائي إن شاء الله بإذن الله. بعد النهائي؟ الذهب بإذن الله. شكرا، الله يكرمك حبيبي.